خوت، مرحبا بكم في قصه جديده. القصه ديال هذا النهار هذا هي ديال واحد السيد كان ماشي هو الخطيبه ديالو في واحد الزنقه. ملي جاو يدوروا واحد السيد كان كيحط واحد هو وصاحبه من الطوموبيل يحطوا واحد الميكا كحله. ملي شافوهم هربوا دوك مورين الطوموبيل، شافوا دوك الناس هربوا ديمار الطوموبيل وهربوا خلاو الميكا تما. ملي جاو دوك داك السيد هو الخطيبه ديالو يشوفوا اسمه في ديك الميكا، لقاو واحد المفاجاه في ديك الميكا، وقعت له مشاكل كبيره مع مول داك الطوموبيل حيت شافو وقعت له معاه مشاكل كبيره. فبقاو معنا حتى التالي ديال هذه القصه، القصه مشوقه، فبقاو معنا حتى التالي وعطيونا جيم. وما ننساش الناس اللي كتفرج في اليوتيوب يتابوناو عندنا في اليوتيوب، وحتى الناس اللي في الفيسبوك يدخلوا يتابوناو عندنا في الفيسبوك في اليوتيوب. يعني واخا ما يتفرجوش في اليوتيوب يعني غير يدخلوا يعاونونا بديك ابوني باش نجيبوا داك الدرع نحطه ليه حدا الساعه. صافي، بغينا غير داك الدرع ديال 100 كا نحطه حدا الساعه. يلاه دخلوا تابوناو في اليوتيوب، واخا ما تفرجوش في اليوتيوب غير ديروا ابوني وخرجوا. المهم نكملوا لكم القصه ديالنا. القصه ديالنا واحد السيد هو ماشي هو الخطيبه ديالو. الخطيبه يعني كان عاد ما تزوجش، يعني عاد يعني خاطب كما نقول، كان خاطبها وكان كيدور هو وياها في المدينه. ملي جاو يدوروا مع واحد البنت ديال الزنقه، جاو يلاه بغاو يدوروا مع ديك الزنقه، لقاو ديك الزنقه خاويه فيها طوموبيل وحده، وديك الطوموبيل نازلين منها جوج الناس وكيهزوا شي ميكا كحله ملامان وباغين يرميوها في الارض. ملي شافوهم دوك الناس مولين الطوموبيل، شافوا السيد هو ومرتو ديماروا ركبوا في الطوموبيل ديالهم وهربوا. داك السيد ملي شاف داك المنظر تعجب، قال علاش هادو يهربوا وسمو داكشي اللي حطوا تما. مشى قرب هو داك مرتو، مرتو بقات واقفه بعيده واحد شويه كيما نقول الخطيبه ديالو، بقات بعيده واحد شويه، زاد واحد هذيك الميكا وفتح بغى ماشي فتح غير بقى يتملس في ديك الميكا يشوف سمو فيها. ولا عند ديك الخطيبه ديالو قال يلاه زيدي نمشي، قالت له سمو راه تما. قال لها ودي غير شي زبل يمكن لاحوه هاد الناس ومشاو. قالت له واه، يعني عرفاتو بلي راه كاينه شي حاجه تما ولكن مابغاش تناقش معاه. مشاو وصلوا مشيت السبيطار، هما وصلوا مشيت واحد السبيطار تما، سبيطار الحومه كيما نقول. وصلوا مشيت داك السبيطار وهي كتبان لهم ديك الطوموبيل نفسها فاتت محداهم، الطوموبيل اللي حطت ديك الميكا كحله. هنا بدا داك السيد كيدخلوا الشك، ولكن هو عرف من خلال ديك الميكا، عرف بان ديك الميكا كانت فيها جوج، لان من خلال داك الشكل اللي تاخد ديك الميكا ما تاخدش ميكا ديال الزبل، يعني شكل ديال الزبل، يعني كتبان ميكا طويله وكتبان على شكل جوجته، يعني عرف بان راه فصها جوجته 90% فصها جوجته. سمو غادي يدير كان قريب المغرب، يعني كما دابا راه الشمس باغيه تهود. قال خصني نمشي نوصل هاد مرتي لدارها. مشى معاها للدار، وصلها للدار ديالها، دخلت في حالتها. جا هو مولي، ومن جا مولي لدارو قال لي انا ما نفوتش لداري ديريكت، قال نفوت مشي هديك الميكا تشوف واش فري ميكا، واش زبل، واش كذا، واش سمو داكشي اللي حطوا دوك مولين الطوموبيل. جا مولي مشيت هذيك الميكا هذيك، وهو كتبان له تما في ديك الزنقه طوموبيل مريده حدا هذيك الميكا، والناس مجموعين وكذا، الطوموبيل ديال البوليس مريده والناس مجموعين تما. مشى تما هو بغى يرقب يشوف سمو راه واقع تما، بقى يسول الناس قال ودي سمو راه واقع حنايا. قال له البوليس راه لقاو واحد الجثه مرميه هنا في ميكا. هنا عرف بان ديك الميكا اللي شاف في الاول راه كانت فيها جثه. هنايا تخلع وجا ماشي في حالته للدار ديالو، يتمشى يتمشى، وكما قلت لكم راه مع المغرب وصل مرتو للدار، يعني يكون دابا نص ساعه فات على المغرب، يعني الليل بدا كيهود الظلام شويه، وكيحس بشي واحد كيتمشى موراه. تلفت يشوف لقى واحد خينا باغي يوصل له، وصل عليه شدو دار له هكا، ديك اللقطه ديال هكا كيجي واحد موراك كيدير لك هكا بيدو. داك خينا اللي كيما نقولوا صدك ربيك، داك خينا اللي شدو، يعني داك خينا اللي كان يتمشى شويه ضعيف، اللي كيتمشى هو مرتو بقى يتمشى بوحدو، اللي قلت لكم ماشي مولي لدارو، يعني شويه ضعيف، ولكن داك خينا اللي جا موراه دار له هكا حلوف. حازوا لواحد القنت واحد البلايصه مظلمه ما فيهاش البولات. قال له شوف، قال له يا اما غادي تسكت ولا غادي يكون المصير ديالك هو نفس ديك الجثه اللي شفت في الميكا. يعني هنا باش نفهموا هاد الناس هادو، هاد السيد اللي جا شدو راه هو السيد اللي كان في الطوموبيل اللي حط ديك الجثه، وقال له الا ما سترتش هاد، حيت هما قالوا غنحطها في هاد الزنقه ما يشوفنا حتى واحد. ملي جاو يحطوها شافهم خينا هو ومرتو، يعني ملي شافهم هاد السيد قالوا راه نهدوه باش ما يقرش للبوليس، لان حنا حطينا ميكا فيها جثه هكذا. قال له واش تستر هاد الموضوع ولا نلحقوك بديك الجثه، يكون مصيرك مصير ديك الجثه اللي كانت في الميكا. ما قدش يهضر يقول له واه راني متفق معاك ما نقرش. قال له هكا براسو، لان الريق نشف له باش يقول واه. قال له هكا، قال له صافي ما نقرش. قال له يلاه الله يعاونك تحرك. قال له غادي نبقاو مراقبينك، تبقى تمشي للكوميساريه ولا كذا، رحنا على المراقبه. دار له هكا، قال له ما سركم في بير. مشى بقى يجري يجري لدارو، وصل لدارو بقى كيتلفت، من جاي يدخل الباب بقى يتلفت يشوف ما خينا راه تابعو، ما تابعو حتى شي واحد. دخل للدار لقى مو كطيب العشاء، ملي حطت له العشاء تعشى وكذا منا، دخل لبيتو عيط على مرتو قال لها ودي ديك الميكا اللي قلت لك قبيله راه فيها، راه لقاو فيها البوليس جثه، جثه ودي اسمك تقول. قالت له الهضره، قال لها الهضره اللي نقول لك راه لقاو فيها البوليس جثه ديك الميكا اللي شتنا قبيل. وجاي يقول لها بان واحد السيد راه تبعني وشدني ودار لي هكا وهددني، ولكن قال مرتي ما غاديش تستعرف بيا، تقول لي انت غير خواف ما قديش تدافع على راسك، وانت غير شماته ودار لك هكا وانت ما هضرتش. ولكن في التالي قرر انه يقول اسمه وقع له. قال لها ودي ما نكذبش عليك، انا كنت ماشي وشي واحد خينا مورايا راه هددني قال لي داك الشيء اللي ستر.
وخافت عليه، هي خافت عليه ملي قال لها هذه الهضره، خافت عليه. كان عندها خوها بوليسي في كازا، ضابط شرطه. قالت له صافي غادي نهنيك، ما تصور غادي نشوف كيفاش ندير. قال لها صافي غادي، قالت لها غادي نعيط لواحد خويا اسمه، راه بوليسي اسمه، غادي نرجلو الصوالح. عيطت للبوليسي خوها، قالت له دي الخطيب ديالي اللي خاطبني ها اسمه وقع له، ها اسمه وقع له، ها اسمه شاف، ها اسمه شاف، ها اسمه وقع له. هذاك عيط على البوليس ديال ديك المدينه اللي هما فيها، قال لهم ودي واحد السيد ها اسمه وقع له، ها اسمه وقع. قال له ودي قول له يجي عندنا باش هما راه غادي يكونوا تابعينه، يعني غادي ملي يدخل الكوميساريه راه 100% غادي يتبعوه، ومن يجي خارج راه غادي نصيفطوا معاه بوليس اللي يحضيوه من البعيد. قال له صافي صلي على محمد عليه الصلاه والسلام، الكوميساريه كذا كذا ها فين كاينه الحومه، ها فين كاينه الكوميساريه اللي جا عندنا ليها. قال له صافي غدا مع التسعه يجي عندكم. عيط على اختو قال لها عيطي على خينا قول له يمشي عندهم غدا مع التسعه ويرد باله في الطريق، وراه غادي يتبعوه البوليس وغادي يكون حاضينه وكذا باش يعني يكون مطمئن ما يخافش، غادي يكون معاه البوليس. قال له صافي صافي. هذاك السيد مع التسعه ديال الصباح مشى للكوميساريه وقالوا له خاصك تفوت مع شي شوارع كبيره يعني باش خياتنا باش يتبعوك باش ما تلفلمش. مشى للكوميساريه دار الاقوال ديالو، قال مودي ها اسمو شت، ها اسمو شت، ها اسمو شت، ها اسمو شت، هاك داير الطوموبيل اللي شتو اسمو هود، وهاك كذا كذا كذا. وصافي سجل الاقوال ديالو وقالوا له ودي غادي نصيفطو معاك بوليس من البعيد يحضيوك من البعيد، وانت غادي تمشي تشط الطاكسي باش تديك الاخر فين خدام. هو خدام في واحد الشركه ديال التصدير اللي كتصيفط، اللي كتصيفط الحوايج بحال انت بغيت تصيفط صاك من تورير الوجده، كاين واحد الشركه سميتها ساتيام ولا بحال هكا ولا امانه، ولا كتشد داك الصاك وكتدير لك الوجده بحال هكا. وخدام في ديك الشركه هذيك اللي كتدير الحوايج الامانه للمدينه اخرى. ملي وصل لديك الشركه فين خدام، ديك لاجونس فين خدام، قبل ما يوصل شد الطاكسي ولاحظوا البوليس بان واحد الطوموبيل بيضاء تبع الطاكسي، الطوموبيل بيضاء تبع الطاكسي في مدار ديك الطاكسي على اليسار، الدور مورا على اليسار، البوليس تابعينها من اللور من البعيد، وكيهضروا بيناتهم في الصونفيل الطوموبيل كي دايرها رقم البلاكه ديالها فين ماشيها فين اتجهتها فين وصلت. ملي نزل خينا ريضت له الطاكسي ونزل من الطاكسي بغى يدخل لاجونس، الطاكسي يلاه تحركت وديك الطوموبيل البيضاء جات ريضت قدام داك خينا قدام، يعني بعد الطاكسي بواحد 10 متر، وديك الطاكسي حطت السيد ومشات. هذاك نزل اللي كان حدا الشيفور نزل ويجي يجري عند خينا، داك خينا داخل لاجونس وشدوا بواحد الموس، قالوا سيد زيد معايا الطوموبيل، زيد هدوا بالموس طلع معاه الطوموبيل، طلعوا الطوموبيل وبقاو تابعينهم البوليس. البوليس عيطوا لواحد صحابهم قالوا لهم ودي ها سموقة، ها سموقة، ها سموقة، فيرام ماشين ها ماشي لهذا الاتجاه، وكان داك الاتجاه اللي كانوا ماشيين له فيه باراج ديال البوليس، ريضوهم الباراج ديال البوليس ما بغاوش يريضو، هربوا. تبعهم واحد موبيل بالاخر بداك الموتور لا موطو ديال البوليس وطوموبيل اخرى ديال البوليس، وعلموا كاع الكوميساريات باش يكثفوا الجهود ديالهم باش ما توقع لذاك السيد حتى حاجه اللي كان راهين على شكل راهين في وسط الطوموبيل. تبعوهم بزاف البوليس دركوهم كذا، منا خينا فقد السيطره على الطوموبيل، دخل في شجره، دخل في شجره نزل بغى يهرب، تبعوه البوليس شدوه. هذاك اللي كان الراهين، هذاك السيد اللي شاف الجود تا كانوا داينو باش يسموه واش كان بيعذبوه واش يقتلوه واش الله اعلم، غادي نعرفوا من بعد. لقاوه تقاس في راسه يعني مع ديك الاكسيدو اللي ضربت الطوموبيل في الشجره، تقاس في راسه، وخريم ما تقاسوش مول الموس، واللي كان سايق الطوموبيل ما تقاسوش. اداوهم كلشي للكوميساريه داك الدور السبيطار واعترفوا لهم، قالوا لهم ودي حنايا هاد الجثه اللي رمينا هي اللي لقاوها البوليس في ديك الميكا، حنا هذه راه كانت الخطيبه ديال هاد السيد، هذاك مول الموس كانت الخطيبه ديال داك مول الموس، وقعد لهم شي مشاكل بينه وبينها، وصدق قتلها وبغى يتخلص منها بديك الطريقه هذيك، بغى يتخلص منها بديك الطريقه باش ما يشوفو حتى واحد، ولكن شافوا هاد السيد هما كانت الزنقه خاويه ملي جاو يحطوا ديك الجثه تما في ديك الميكا، ولكن فاش اخرج داك السيد من الزنقه هو ومرتو شافوهم، قالوا ملي شافونا قلنا نهدوه الا بغى يتقى الله، يتقى الله ما بغاش بهذا التهديد غادي نلتجؤوا للقتل. وقال له وقالوا منين كنتو داينو جيتو شديتو بالموس ودرتو في الطوموبيل كنتو داينو، قالوا كنا داينو نقتلوه، ما نكذبوش عليكم هادشي اللي كاين. صافي داوهم تهمات القتل، يعني عطاهم جوج تهمات، التهمه الاولى ديال القتل ديال ديك السيد الخطيبه ديال ديك السيد اللي قتلوها ورموا الجثه ديالها، والتهمه الجوجه اللي هي الاختطاف ومحاولات القتل ديال السيد ديال الشاهد، ودفعوا من المحكمه واش حكموا عليهم ب 20 عام ولا 30 عام ولا المؤبد، العلم لله. فالقصه ديالنا كتنتهي هنايا، وتحياتي لكم، كنتمنى ما نكونش طولت عليكم، ونشوفكم ان شاء الله قصه جديده، تحياتي لكم. باش ما تفهمونيش غلط، راه الخطيبه اللي قتلوها راه هي الخطيبه ديال داك مول الموس، اما الخطيبه ديال خينا اللي الشاهد الخطيبه ديالو موقع لها والو. هذا الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.